كفو كفو. سعودي عم يغني بطور عراقي، عم يغني بلهجة عراقية، بلحن عراقي، بأغنية عراقية، فبهيك حالة يعني بيكون الفضل لا 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 العسل. كفو 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 كفو. تحية كبيرة للعراق. مين بيحس مثلي يا اخوان انه اصوات العراقية كلها حزينة؟ والله العظيم تحس الحزن حتى باغانيهم، هي الاغاني للفرح، باغانيهم باصواتهم تحس في حزن، في نبرة حزن. الله يشيل الحزن عنكم. في جديد اردت فر جديدة. مرحبا، السلام عليكم يا اخوان، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونون بالف الف خير يا رب. رجعت لكم بحلقه جديده ومقطع جديد يا اخوان. اليوم المقطع جدا جدا جميل. اليوم في تحدي بين السعوديه والعراق يا اخوان، تحدي مقارنه صوت السعودي والصوت العراقي يا اخوان. بدنا نشوف مين الافضل بالغناء بالصوت. طبعا كلنا بنعرف الاغاني العراقيه عم تغزي العالم باكمله يا اخوان. يعني اليوم وين بتروح تسمع اغاني عراقيه؟ الصوت العراقي موجود، ما اثبت تمام. اليوم بدنا نقارن بين هاد وهاد، تمام يا اخوان. وعن طريق هذا المقطع بدي اوصلكم رساله يا اخوان. عملت انا جروب على الانستغرام، بدي اجمع فيه اصوات المتابعين اللي عندي اللي اصواتهم حلوه، مش مقطع تحشيشي لا، بدي اجمع يا اخوان اربع خمس اشخاص عندهم اصوات عن جد تكونها حلوه. يعني اذا انت عم تشاهدني وعندك صوت حلو، تعال لعندي على الانستغرام وبعت لي صوتك واكتب لي انا جيت من المقطع، رح ضيفك على هذا الجروب تمام، ورح نعمل تحدي بينك وبين زملائك اللي رح يكونوا موجودين بالجروب ونشوف مين الفائز يا اخوان. فهي اسمع على الانستغرام، ضيفني اذا كان صوتك حلو، اذا ما كان صوتك حلو كمان ضيفني. صلى الله على النبي محمد يا اخوان. متحمس انا كثير لهذا المقطع، بدنا نقارن تمام. بدي هذا المقطع سرقين يوصل 35000 لايك. كفو السرقين، بتصلوها. يلا نروح ونشوف المقطع. ليتس جو. اوكي، بدايه المقطع السعوديه تمام، بدنا نسمع. من زاني 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 وهجار وضال وضال قلبي بقار بعاد بعاد عن القدر ما جنى بالنبي يوم انساني. لحظه يا اخوان، اسف على المقاطعه. بداية المقطع سعودي، أنا بحب أحكي الشغلة فورا، ما بحب أجلها تمام. سعودي عم يغني بطور عراقي، عم يغني بلهجة عراقية، بلحن عراقي، بأغنية عراقية، فبهيك حالة يعني بيكون الفضل لا 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 العسل تمام. يعني استغربت صراحة، سعودي عم يغني بلهجة عراقية وهون المقطع هو تحدي لأصوات الغناء، يعني لازم كل من يغني بلهجته بلحنه بطريقته. حلو، كفو، صوته حلو تمام. والأغنية عراقية نسا نسا، يلا منتابع. نسا نسا نساني وهجار وضال وضال قلبي بقار بعاد بعاد عني القدر ما جنى بالنبي يوم انساني. حلو كصوت، حلو تمام. يغني ويعزف، برافو. صوته صفير، جميل. صوته صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع زهري. هذا انا بحبه. وانت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل. طريقة القاءه جميلة. لا 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 لا، وقد غدا مهرولي والخوذ ما لا طرب. جميل براسك كذا، حلو كفو. كمان هذا سعودي. والولد ولي ولي ويلالي، فقلت لا تورولي وبيني اللؤلؤ علي. كيف حافظها؟ انهض واجد من نقلي وبدية سقونني قهوة كالعسلي، شممتها بي أنا بي أسكى من القرمولي. الله حلو. حلو حلو. أوكي كمان سعودي. لا صوت طفولي حلو جميل. الله طيب يا حمودي.
اوكي الظاهر ببداية المقطع كلهم سعوديين وبالاخر عراقيين. بعد ما قل اهتمامك ما ادري اذكر من كلامك راح اموت من الغرق. لا حلو ايام تنسى بدي علي الصوت اكثر اكثر الصوت واطي وبت من جرح ما تخرج. لا حلو عاد عندك سنة وقت يزعل راح اموت من القلب. لا جميل صراحة تقال يا اخوان جميل الى الان. اوكي صعب اتخلى عنك وابعد روحي منك تسوى الدنيا حضنك واريدك. سعودي بنكهة عراقية اغنية عراقية صوت عراقي لكن هو سعودي. ما بعرف الله مين بدنا نفوز يعني سعودي عم يغني بطور عراقي يا اخوان هذا اللي ما عم افهمه. على ريدك سوي اللي عجبك راح ابقى احبك لا تفكر عذبك واريدك. الله الله حلو بس اسود كمان عراقي كفو حسبك الراحة ان الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم اذا قسنا المحبه والغلا وهو يسوى الخلايق كلهم خذا قلبي على ما اعتقد خذا عقلي وتفكيري بعد انا شمسه وهو بعيني خشمك انا شعبه وهو بعيني بلد. بعد ان الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم اذا قسنا المحبه والغلا وهو يسوى الخلايق كلهم. يقول لك ألف نعلة على الشيطان وزني ألف لعنة على الشيطان وزني الله جيل وخفف الميزان وزني جيل وخفف الميزان وزني أني لا كنت أشرب ولزني أني لا كنت أشرب ولزني. صوت هذا سعودي لو عراقي يعني هلا اللي ما عم يفهمه سعودي يغني بطور عراقي. طب بلكي كان عراقي يا اخوان نحن شو بضمننا انه هذا سعودي. انا عندي احساس انه هذا عراقي وما بعرف تمام. تحية للاثنين ولكن هذا تحدي حلو اسمعوا النبرة. يبا هسه قمت تسويين اثنين هنسويها بدنا نعيد حلو تمام يا اخوان بدنا نعيد اللقطة لو سمحتوا. صوت 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 حلو يقول لك ألف نعلة على الشيطان وزني ألف لعنة على الشيطان وزني تجيل وخفف الميزان وزني تجيل وخفف الميزان وزني أنا لا كنت أشرب ولزني أنا لا كنت أشرب ولزني. يا أخوان تحس إنه في هندسة بالصوت معني هو ما مو مسوي شيء عم يغني ليك قدامنا. هسه قمت اسويهن اثنين هنسوي يبا هسه قمت اسويهن اثنين هنسوي. حلو 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 العراق كفو 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 سراقيين يلا بنسمع العراق. ما يهمن البرد بثنيل ما يهمن البرد بثنيل شوف حديد الصوت ما يهمن البرد بالذيل والذان وما يهمن العمر لو فات والذان والذان ما يهمن الوكيل طفل صغير الاخرس حم طلع على الصوت. الله حلو ساعة وتغيب الشمس ساعة ويجي الليل وينراد حيلي ودمعه مني انا اجيب الحيل. والله من صوتكم ما عاد بي حيل انا روعي حمار شوف يلعب بالصوت صفت وفية للدور اشتاقية لامي انا والخبزة التنور حلو بديرة سليم بالطعام
يختلف حتى الماي حتى لو يا مالي يختلف والله واي أطفال ليلة تسوى العمر لا قعدة وهلو يا حرق ليلة تسوى العمر لا قعدة وهلو يا مني دم الصبح مع الاستكان الشاي. تحية كبيرة للعراق. مين بيحس مثلي يا اخوان انه اصوات العراقية كلها حزينة؟ والله العظيم تحس الحزن حتى باغانيهم، هي الاغاني للفرح، باغانيهم باصواتهم تحس بحزن، في نبرة حزن. الله يشيل الحزن عنكم، ابدعونا. بارحة لحد الصبح ما غمضت البارحة، البارحة سالفة وبيت ودلقيت البارحة. سهرة شباب امي تقرايات يم تريدنا ختمة القرآن كله ما غفيت، ختمة القرآن كله ما غفيت. الله أكديت البارحة حلو والله حلو على يومك عاجك ما بطلت البارحة شكرا. اسف على المقاطعه بس شكلهم بيدقوا بمعلقة على كاسه او على صحن، هيك اللحن هيك مو مبين يعني، شوف شوفوا البساطه. كل شي عادي عادي تمشي ويا يعود وانت وين خير يا عزيز، عادي تسهر ويا غيري وانا بالنهار اشتعل وعبتك وياي كل جنة مسوي فضل وعدنا رمضان يمشي جسرت بين اكسس تعادي تعادي اتحمل مذلتك حتى ما تروح وتضل وعادي قلبك يهو عشق وعن دومك من شغل عادي كل شي عادي عندي حاسيس مشاعر احاسيس ولك انت حبيبي له حلقه كامله عندي نبرة الصوت قوة الصوت وظلت بصورهم ما نعرف خبرهم راحوا مني الاشجار بجيال وما يرجعون والعشنا بهواهم أذون بجفاهم رهيب رهيب رهيب. المقطع خلص كفو يا اخوان. اللهم صل على سيدنا محمد. ليك بدي احكي كلمتين ركزوا معي سوراقيين. المقطع مثل ما شفنا يا اخوان انه ببدايته كانوا سعوديين، تحيه كبيره لاخوتنا السعوديين طبعا، ولكن عم يغنوا بطور عراقي. يعني كيف يعني عم يغنوا بلحن عراقي بطريقه عراقيه بلهجه عراقيه كفو يعني. فاكيد اكيد يعني بيكون الفوز هيك للعراق. ما فينا نقول يا اخوان هاي الحقيقة، ما حد يزعل مني، السعودي عم يغني بطريقة عراقية تمام؟ طبعا أنا كسوري لي الفخر إني غني بطريقة عراقية، كفو والله كفو، عش سوراقيين. كفو 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 كفو. أوكي يا اخوان لو كان انتهى مقطع اليوم أتمنى إني نال إعجابكم، وتحية كبيرة لأخوتنا العراقيين عن جد عندهم أصوات كلهم، اللهم صل على النبي يا اخوان. ادعموا هذا المقطع باللايك يا اخوان، بدي يوصل اكثر من 10 مليون لايك، كفو سوراقيين يا اخوان. وهذا اسمي على الانستغرام، اللي عنده صوت حلو عن جد يا اخوان يراسلني على الانستغرام راح اضيف على الجروب وراح اعمل حلقه كامله عن اصوات المتابعين الجميله تمام يا اخوان. دوسوا لايك للمقطع، صلوا على النبي محمد، تحيه للجميع والسلام عليكم.